قلوبكم يا معشر ذوي الألباب. أحضروا قلوبكم، أحضروا قلوبكم، فحاضر أتينا بنا حتى أجرو لكم رئيس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الأرقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل للقيب مملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون وسر المقنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقلوه في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ بالكون نورا واقفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وتزل العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا ولم تزل أمه ترى من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي الشراق